أهم عناوين الأخبار التي تناولتها الصحف السويسرية هذا الأسبوع. في مدرسة بمنطقة رايمباخ لايمباخ بكانتون أرجاو السويسري، يسمح للأطفال التحدث باللغة الألمانية فقط داخل المدرسة، حتى في وقت الراحة أو الفسحة. نسبة كبيرة من التلاميذ في المدرسة هم من الأجانب، ولاحظت المدرسة أن بعض التلاميذ يتحدثون اللغة الألبانية أو الإيطالية مع بعضهم البعض في أوقات الراحة بين الحصص الدراسية. ومن أجل تعزيز اللغة الألمانية، أصبحت اللغة الألمانية إلزامية في المدرسة حتى في وقت الراحة بين الحصص الدراسية. طالبة مدينة فينترتور بكانتون زيوريخ شركات الإسكوتر الإلكتروني بدفع رسوم للمدينة بداية من عام 2023 وفقا لقرار مجلس مدينة فينترتور. وترى مدينة فينترتور أن الإسكوتر الإلكتروني يشغل حيزا من الشوارع والطرق العامة في المدينة، وهو ما يعتبره مجلس مدينة فينترتور زيادة استخدام مشترك للأراضي العامة، وبالتالي ستخضع شركات الإسكوتر الإلكتروني إلى رسوم إضافية بداية من العام القادم. يحاول مؤتمر مديرين المساعدات الاجتماعية لكانتونات سويسرا في تجديد القواعد الخاصة باللاجئين الأوكرانيين من أجل تلقي المساعدات، حيث ظهرت انتقادات في الفترة الأخيرة بسبب المعاملة الخاصة للاجئين الأوكرانيين. وفي المستقبل سيتم إلزام اللاجئين بتصفية أصولهم وبيعها مثل السيارات وغيرها، واستخدام العائد المادي من بيع الأصول في نفقات معيشتهم قبل أن يحق لهم الحصول على المساعدات المالية من الكانتون المقيمين به. تدفئة المنازل حتى 20 درجة حرارة. هذه هي خطة الحكومة السويسرية لمواجهة مشكلة نقص الغاز في الشتاء الحالي. خلال المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر نوفمبر لعام 2022، رد عضو المجلس الاتحادي جي بارميلين عند سؤاله هل هناك مشكلة نقص غاز قادمة في سويسرا، وكان رده إنه لا يمكن الإجابة عن السؤال في الوقت الحالي لأن الوضع يرتبط ويعتمد على عوامل الأرصاد الجوية في الفترة القادمة. وصرح أيضا أن إمدادات الغاز الطبيعي مؤمنة حاليا على مستوى الدولة السويسرية بالكامل، وانخفض استهلاك الغاز في سويسرا حتى وقتنا الحالي مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى تحسن الطقس جزئيا وإلى آليات التوفير الجديدة أيضا. ودعا عضو المجلس الاتحادي كل المواطنين لتوفير الطاقة للمساعدة في مواجهة أزمة الطاقة الحالية. تخطط شركة القطارات السويسرية توفير حوالي 500 مساحة إضافية للدراجات في القطارات خلال الأربع أعوام القادمة. تحاول شركة القطارات السويسرية توفير مساحة للدراجات على القطارات وتوفير مكان لها، حيث ما زالت تعاني تلك الخدمة من بعض أوجه القصور، وسوف تحاول الشركة تلبية رغبة عملائها بتوفير مساحات أكبر للدراجات في الفترة المقبلة.